السلام عليكم صف ثاني، اليوم درسنا عن أعمال الصلاة. السلام عليكم يا أصدقاء، تبقى بضع دقائق قبل أذان الفجر، وسنغتنم هذه الفرصة بإذن الله لنتعلم معا كيفية الصلاة. كيفية الصلاة: لأداء الصلاة سنحتاج إلى سجادة ومعرفة اتجاه القبلة. إنه أذان الفجر، هيا نجهز أنفسنا لنتعلم كيفية الصلاة. بعد الوضوء نستقبل القبلة ونقيم الصلاة كالآتي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ننوي الصلاة ثم نكبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر. نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرأ دعاء الاستفتاح سرا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ونقرأ سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد: الله أكبر. ونقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول: ربي اغفر لي 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. لقد أنهينا الركعة الأولى، هيا نكرر نفس الخطوات في الركعة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده،
ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد الله أكبر ونقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول ربي اغفر لي 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نقرأ التشهد الأول والأخير، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.